معاك ورحمة الله وبركاته. طبعا كنا عارفين شركة ادوب، فلما بتنزل اي منتج بيبقى حاجة عملاقة، فهي منزلة فاير فلاي. فاير فلاي عبارة عن ايه؟ موقع على النت تقدر تستخدم بعض التولز اللي معتمدة على الذكاء الاصطناعي، والادوات دي كلها بيجهزوها انها تبقى موجودة، واغلبها بقى موجود دلوقتي في الفوتوشوب وفي ادوب بريمير وادوب افتر افكت وهكذا. فمن ضمن الادوات مثلا تكست تو ايمج، فانت مش محتاج تروح للميدجورني خالص، وانت جوه الفوتوشوب تروح مديله تكست يرسمه لك. ممكن تعلم على جزء من الصوره وتقول له ارسم لي، يعني عندك صوره مثلا زي دي، ممكن تقول لي طب ارسم لي مركبه هنا، طب اعمل لي كذا. فموجوده ان انت ترسم صوره من اول لاخرها، او تعمل تعديل معين على الصور اللي هي جنريتيف فيلم. فالجنريتيف فيلم بتعلم على جزء وتروح قايل له دي، طب انا عايز هنا يبقى فيه كذا، تمام. بيشرح لك بقى الخطوات اهو، بتقدر ترفع اي صورة لو انت عايز، او تختار صورة معينة وتقول له انا عايز مثلا مدينة هنا، تمام، يعني عايزين مثلا هنا كده. تبدأ تتعلم على الحاجات اللي انت عايزها، تمام. ممكن تقول له اد او سبتراكت، وتقول له مثلا انا عايز هنا مثلا بيلدينج، تقول له جنريت، فبيديك اشكال كتيرة تبدأ تختار منها، مش مجرد 4، لا ممكن تدوس على مور ويبدأ يديك اكتر. فانت متخيل القوة بتاعت البرنامج. دي مثلا عجباني، ممكن تقول له مور ويديك، هو بيدمجلك الصورة مع اللي موجود، تمام. دي أداة من ضمن الأدوات. تكست افكت، تديله تكست وهو بقى يبدأ يعمل لك المؤثرات بتاعته. يعني التكست مثلا خليه يكتب مثلا عمر، انت مثلا عايز ايه؟ عايزه على مثلا فلاور، تمام. جنريت. ممكن قبل كده قلت له اعملها بس على شكل يعني كمصريين قدماء وفراعنه، عملها بشكل يعني مبهر جدا بالنسبه لي، تمام. ففي شويه حاجات رهيبه، تمام. ممكن تديله صورة واحدة هو يعني يجيب لك صور زيها، يعمل لك صور زيها، يعمل لك فيكتور، تكتب تكست ويحول لك فيكتور، تمام. تكتب تكست ويحول لك الباترن بالشكل ده، يكرره لك. تكتب تكست ويعمل لك كفرشة، تديله سكتش ويحول لك لصورة حقيقية. فجميل جدا الموقع ده، اتمنى يعجبك.